أعزائي المتابعين، اليوم راح نقدم لكم طبخة ماليزية من جنوب شرق آسيا. طبعا هواية هم يسووها، والطبخة يعني عجبتني أنا وطبختها كلش كثير، فحبيت أنه أنا أشارككم بها. نأخذ حبة بصل نقطعها ونخليها مثل ما تشوفون، يعني احنا نقول تتحمص نحمصها بالزيت، ونخلي ثوم تقريبا فد 4 فصوص الى ان يتحمص. ناخذ قطع مال صدر مال الدجاج، نشوفوا انتو شو تحبون، انو تخلون دجاج كثير او دجاج قليل، يعني حسب هي الرغبة. هم نخلي صدر الدجاج ونحم. ناخذ روبيان، قطع مال روبيان، ونخلي همين ايضا فوق الدجاج والبصل والثوم. نخلي شوية مي حتى ينسلق. نخلي يعني ملعقتين مال معجون طماطة. هاي الشعرية اللي هي الصينية، احنا نسميها شعرية، هي الأكلة هي اسمها ميهون. هما طبعا بس يستخدم بها الشعرية الصينية اللي ابتدوا تشوفوها. انا يعني كنت منقعتها يعني حتى شوية يعني ما تبقى قوية وتستوي اسرع. قلبها، خلي شوية فلفل اسود حسب الرغبة، اذا تريدوها حارة يعني تخلون انتو فلفل اكثر، واذا تريدوها يعني محارة شوية تخلون، لازم تخلون فلفل اسود لان يعطي طعم طيب للاكل. هاي يعني زارعة هنا سلق، راح اخذ كم قطعة من السلق حتى نقصقص السلق ونخليه فوق الاكلة اللي احنا مسويها، يطيف الطعم طيب. وهي اساسا الاكلة لازم بها هذا. هاي هنا ليمون، حتى ناخذ فد كم ليمونة حتى هم نخليها على الطبخة. شوي الليمون هذا ما هو كبار، بس ما يعني ما صاير اصفر بعده. ناخذ فد ليمونتين او ثلاثة. نرجع هسه على الطبخة، نخلي الصويا. هاي الصويا اللي تشوفوها قدامكم، تخلينا ملعقة او ملعقتين، انا حقيقة اخلي ملعقتين، اذا الكمية مال 3 نفرات اخلي ملعقتين، بس هنا يعني خليت ملعقة، اذا تريدون تخلون اكثر تصير طعمها اطيب صراحة. يعني هذا فيش صوص موجود بالسوق، يعني هاي كل هالاشياء موجودة بالسوق، هاي مكتوب عليه فيش صوص، هو طعمه يعني مال عبك سمك يعني، بس كلش طيب ويا الطبخ. بصراحه انا حتى الطبخات العربيه بديت اني اخلي بيها هاي الشغلات، يعني اي طبخه تحتاج اني اخلي، خصوصا الصويا يعني استخدمها. هذا اللي يسموه الصوص المحار، الصوص المحار هم اخليه يطفي النكهة. طماطة حبة طماطة وشوية فلفل أخضر أو أحمر إذا تريدون، أو أصفر، أكو يعني أي عندكم أي شيء تقدرون تقطعوا يعني قطعة صغيرة، وشوية بصل أخضر. هذا السلق اللي قطعناه إحنا حتى نخليه على الأكلة. ملعقتين خل ابيض، مو غير يعني شويه، اذا خليت خل تفاح او
اي خل اخر شويه يعطي طعم ما كلش طيب يعني. انا اخلي خل الشوكر هذا ملعقه او ملعقه ونص راح يصير الاكل حامض حلو طيب يعني، ما يصير بيه حموضه قويه ولا يصير بيه ملوحه قويه، راح يصير حامض حلو يعني. الشكر والخل وال يعني الحموضه اي حموضه او الشوكر والملح اذا يعني صاروا راح يصير اكيد بيه طعم طيب. الاكله كلش طيبه والله، او يعني اني عجبتني وهواي يعني ناس عجبتهم بيها فد ذوق ويعني بيها فد طعم طيب. وممكن واحد مثلا يسويها مرات يعني بالغداء او حتى ممكن بالعشاء هم يقدر يسويها، وخفيفة يعني. هاي بعد ما تتحمص يعني بصراحة شوية بيها خلوها شوية الأكل يصير بيه شوية، لأنه إحنا نقول لشعة حتى يصير بيه نكهة طيبة يعني. هاي بصل أخضر أكيد إحنا مو بس للشكل خالي لا يعني، هم أنا من راح ينخبط ويا الأكل راح أحب ويا المي، هي الأكلة مثل ما قلنا إحنا اسمها ميهون، راح من ينخبط ويا الأكل راح أكيد طيب. هاي زيناها بالخس، قطع مال خس، وراح نزينها من أيضا بقطع الليمون، وهذا الليمون يعني من نفرغ من الأكل لازم نقصره على المي اللي هو قلنا الشعرية كلش يصير طيب. شكرا أعزائي المتابعين، إن شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الطبخة، ونلتقي بفيديو آخر.